السلام عليكم، عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقة جديدة للعبة محاكي الشاهنات. حلقتنا النهاردة لخريطة منطقة البحر الاحمر. بصراحة انا نزلتها قبل كده فمش حابب ان انا انزلها تاني، بس الفيديو ده عملته عشان الناس اللي بتقول ان اللينك مش شغال في فيديو البرومود اللي فات، وان انت بتنصب علينا وكلام كتير كده اتقال ملوش لازمة يعني. فانا الفيديو ده عملته عشان اهم حاجة فيه ان انا هشرح ازاي تحمل من الروابط اللي انا بحطها في وصف الفيديو، لكن انا الباقي كله مش بس بالمرة هنزل لكم البحر الاحمر في نفس الفيديو. ماشي، بالتحديد احنا دلوقتي في السعودية. تمام، تقريبا ثانية واحدة، المنطقة هنا اسمها ايه؟ ينبع. احنا في ينبع دلوقتي، ثانية واحدة بس هستعرض لكم المنطقة هنا ونستعرض يعني اوريكم ايه اللي موجود في الخريطة بالتفصيل. طبعا دي شركة سعودية STC، دي شركة موبايل برضو، ده معرض سيارات دوسان. ماشي، علم السعودية، المجد للعود، عارف دي ايه تقريبا. دي كده ينبع، دي منطقة واحدة بس يعني مش السعودية كلها عامة. طيب عندك بقى ثانية واحدة، الخريطة بتشمل ايه؟ بتشمل الجزء ده، مش عارف هو باين بتشمل الجزء اللي انا حددت عليه ده، يعني هي الجزء ده بس. البحر الاحمر زي ما انتم شايفينه اهو، حدود مصر من عند البحر الاحمر لحد السودان. ماشي، الغردقة، سفاجة، مرسى علم، حلايب وشيراتين، اتجاه السعودية بقى المدينة ينبع. الطريق ده جميل جدا، ده احسن طريق تقريبا انا لعبت عليه في اللعبة كلها. تمام، بجانب جزء من سيناء في مصر اللي هي الطور وشرم الشيخ ودهب، في اماكن تانية نويبع، في اماكن تانية انا معرفهاش. ده اللي بيشمل الخريطة. طيب خلينا مثلا اوريكم جزء من مصر في شرم الشيخ مثلا. كويك ترافل، هنروح على شرم الشيخ. دلوقتي انا في شرم الشيخ. تمام، طبعا هطلع على الطريق السريع مطار شرم الشيخ وكده نويبع، برضو هتلاقي فيه نفس النظام، فودافون وي، بس اللي عامل وي عاملها بلون احمر ليه؟ فودافون ماشي لكن وي معمولة بلون احمر. طيب كده انت خارج من شرم الشيخ رايح دهب ونويبع، عايزين نروح مثلا على الطريق السريع. الطريق ده برضو حلو، ثانية اعتقد ان هو ده طريق الطور وسانت كاترين اللي هي المنطقة اللي فيها تلج. الطريق ده شكله جميل جدا بصراحة. تمام، كده انا اوريكم ايه اللي موجود في الخريطة بالتفصيل. الخريطة بتحتاج ايه عشان لازم يكون عندك البرو مود موجودة عندك في اللعبة عشان تقدر تستخدم الخريطة دي. لو مش عندك مش هتشتغل يعني، ما تتعبش نفسك وتنزلها لانها مش هتشتغل. فانت كل اللي محتاجه ان يكون عندك البرو مود بس مش اكتر، البرو مود اللي هي في الفيديو اللي قبل ده على طول، او دور على الفيديوهات اللي عندي هتلاقي فيه فيديو للبرو مود. خليني بقى اشرح لكم ازاي تحمله من الروابط وازاي تحمله الخريطة دي عموما. لينك الخريطة هتلاقيه في وصف الفيديو، سواء في الفيديو ده او في اي فيديو بتلاقي اللينك في الفيديو في الوصف تحت، او بتلاقيه في الديسكورد بتاعي. تمام، دي الرجالة كلها موجودة في الديسكورد اهو. فعندك هنا مثلا بتلاقي في الجنب بقى اسامي الخريطة، البرومود، البحر الاحمر، مودات لوحدها. فالبحر الاحمر اهي ده اللينك، هنفتح اللينك ده. انت ممكن تلاقي اللينك ده في الوصف او هتلاقيه زي ما انا بقول لك في الديسكورد لو ما لقيتوش في الوصف. تفتح اللينك بيفتح بالشكل اللي قدامك ده، في هنا عداد ثواني اهو 16 ثانيه، هنستنى لحد ما يخلص عشان بس انتوا بتقولوا ان اللينك مش شغال. لا هو اللينك شغال بس اللينك مختصر، هي حركه رخمه شويه بس هي فتره مؤقته ان شاء الله والكلام ده مش هيبقى موجود يعني. بس انت اعمل زي ما انا بشرح لك وخلاص. هتضغط على نيكست هينزلك تحت، هتضغط على كونتينيو، هتضغط على الاكس دي عشان تلغي الاعلان، ولو في اي لينك فتح خارجي اقفله. تمام، هو مفيش حاجه عموما هتفتح خارجيه. برضو هتكرر نفس الخطوه، تستنى لحد ما الثواني دي تخلص وبعدين هنضغط على نيكست وبعدين كونتينيو، برضو هتكرر نفس الخطوه. انت بتعيد نفس الخطوه 3 أو 4 مرات، هنضغط على نيكست ودي اخر مره، كونتينيو هيحولنا للينك ده، استنى 5 ثواني بس وبعدين تضغط على جيت لينك.
خلاص ده كده اللينك الرئيسي، هطلعت على داونلود، نقفل دي، هيبدأ ان هو يحمل لك اهو 607 ميجا، بس انا حملتها قبل كده فمش هحملها تاني. كده انا شرحت لكم التحميل وكل حاجة واللينك شغال ومفيش في اي مشكلة. لو انت الرابط ما بيفتحش عندك خالص يبقى حاول انت تفتح في بي ان او تفتح من يعني من جهاز تاني او متصفح تاني. اشرح لكم بقى ازاي نثبت الخريطة عندنا في الجهاز. تمام، عندك الخريطة القديمة دي، القديمة طبعا انا هحذفها بس اللعبة شغالة، لازم اقفل اللعبة. كده انا ما عنديش البحر الاحمر مش موجودة، بس انا عندي البرومود اهي، دي البرومود 9 ملفات 9 زي ما انا ما قلت لك عشان تقدر تشغلها. هنخش على البحر الاحمر اللي احنا حملناها، الملف اللي احنا حملناها، تضغط عليه كليك يمين وتختار اكستراكت هير، هتكتب الباسورد المعروف بتاعنا هتلاقيه في وصف الفيديو او في الديسكورد. بعد ما تكتب الباسورد هيبدأ يفك الضغط وهتلاقي عندك ملفين، هتاخدهم قط ماشي، تروح على الفولدر اللي في المستندات اللي هو الدوكيومنت، هتخش على اسم اللعبة وبعدين فولدر مود وتحط الملفين دول هنا. تمام كده احنا خلصنا الموضوع، سهل خالص. هتروح تفتح اللعبة، طبعا كان في واحد بيتحداني تقريبا بيقول انا لعبت اللعبة 300 دقيقة، انا يا اسطى لعبتها 800 دقيقة او بقالي شهرين ما فتح، شهرين يبقى لي كتير او ما فتحتهاش. ده خد بالك انا عندي اللعبة على 5 حسابات، يعني في حسابات تانية انا كنت بلعب بيها، يعني لو حسبناهم كلهم كده على بعضهم ممكن تخش لها في 3000 ساعة ولا حاجة، لان انا بنت بند مدى الحياة كذا مرة، يعني الدنيا جت عليا في اللعبة دي. فهنيجي نخش على المود مانجر ماشي، طبعا هنلغي التفعيل، البرومود اهي احنا مفعلينها، ال9 ملفات بتوع البرومود متفعلين زي ما انت شايف. هتيجي بقى على البحر الاحمر بتاعتنا هتلاقي عليها صورتي ومكتوب عليها بالعربي، هتفعل الاتنين دول بس كده انت بالسليم. انت بقى عندك بقى حاجات تانية بقى حابب تفعلها بقى براحتك ماشي، اي حاجة تانية عندك انت براحتك انت. هتضغط على كونفيرم وبعدين كونتينيو جيم، بس هنستنى بس لحد ما يعني اللعبة تقرا الملفات اللي احنا نزلناها، ممكن تاخد وقت الخطوة دي مش هتزيد يعني عن 5 دقايق، وغالبا عندنا مش هتاخد وقت لان انا كنت مشغلها من شوية، يعني لو انت اول مرة تعملها فبتاخد وقت. خلاص خلصت، ثانية واحدة الخريطة شغالة اهي وانا في نفس المكان. لو حد عنده مشكلة وعايز عايز يحلها عندكم لينك الديسكورد في الوصف، هتخش بس الديسكورد اكتب لي المشكلة اللي انت عاوزها في تذكرة وانا هحلها. كده وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، متنسوش اللايك واشتركوا في القناة. سلام.